السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن اللون بوك، عرفنا ازاي مع بعض ازاي نستخدم اللون بوك، وعرفنا ازاي ان هي بتسهل معانا في كتابة الكود وبتخلي الكود كلين. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة جديدة وهي ماب استراكت. الماب استراكت ده عبارة عن نوع من انواع المابرز. طبعا في انواع كتير من الايه من المابرز، هنشوف يعني ايه مابر دلوقتي وليه بنستخدم المابر وكده. طيب، ايه هو المابر او ايه هو ماب استراكت في الاول؟ يعني ماب استراكت ده عباره عن كود جنريتور بيقدر ان هو يماب ما بين الدي تي او والانتيتي. المحاضره دي ممكن نلاقي فيه يعني شويه مصطلحات كده جديده او شويه حاجات يعني ايه ادفانسد، واحنا شغالين كده ان شاء الله هنتكلم مع بعض ايه هو الدي تي او وايه هو المابنج وليه بنستخدم دي تي او وليه ما نستخدموش وكده يعني. طيب، في الماب استراكت قال لك ان هو عباره عن كود او لايبراري، يعني من خلالها بيجنريت المابنج ما بين تو انتيتيز وبعضهم او ما بين تو بوجو كلاس. ممكن يكون عندي انتيتي، تمام، الانتيتي او الجي بي اي انتيتي، يعني ممكن يكون فيها مجموعه بروبرتي بشكل معين زي مثلا الاي دي والنيم والبرايس والكالر والكلام ده كله. وممكن ابقى انا محتاج الداتا اللي هترجع او الاوبجكت اللي انا هرجعه للفرونت اند او الموبايل يكون راجع بشكل مختلف شويه. ممكن اكون مثلا محتاج امبلوي اي دي، ممكن اكون محتاج امبلوي نيم، مش محتاج نيم، لا محتاجه امبلوي نيم. فبدل ما اقعد اكتب الحاجات دي كلها بايدي، لا قال لك في ايه الماب استراكت او المابرز اللي زي كده تقدر ان هي تماب الايه تماب اوتوماتيك من خلال الايه من خلال الانترفيس اللي انت هتديه لها. طب فلو هو نفس النيم خلاص هي ماب اوتوماتيك لو النيم مختلف، او ممكن تبقى مثلا عندك اوبجكت جوه اوبجكت جوه اوبجكت ومحتاج ترجع على طول بروبرتي، يعني مش محتاج ترجع اوبجكت جوه اوبجكت جوه اوبجكت، لا انت محتاج ترجع البروبرتي ايه على طول للفرونت اند مثلا او الموبايل. فساعتها هتعمل ايه مابنج، هتقول له مثلا امبلوي الامبلوي مثلا دوت الديبارتمنت دوت كذا دوت كذا، تمام، بيماب لايه لكذا. طيب، هنا بيقول لك ليه بتستخدم الماب استراكت. في الابلكيشنز طبعا المتوسطه او الكبيره بيكون في مالتي لايرز من الابلكيشن، محتاج ان انت تماب ما بين الحاجات دي وبعضها. في الابلكيشنز الكبيره غالبا بيستخدموا او المتوسطه يعني بيستخدموا دي تي او. دي تي او اللي هو داتا ترانسفير اوبجكت. الدي تي او ده هو اللي بيتعامل مع الفرونت اند او مع الموبايل يعني، تمام. طبعا في الناس بتاعت الفرونت اند ما بتتعاملش مع الانتيتيز دايركت، يعني يفضل ان انت ما تتعاملش مع الانتيتي دايركت، لا يفضل ان انت تتعامل مع الايه مع الدي تي او، والدي تي او هو يحصل له مابنج للايه للانتيتي. طب ليه ما تتعاملش مع الانتيتي دايركت؟ اولا ممكن تكون انت عامل حاجات معينه في الباك اند مش محتاج ان انت ترجعها للايه للفرونت اند بالشكل ده، ممكن تبقى محتاج تغير شكلها غالبا، يعني هتبقى محتاج تغير شكلها غالبا، هتبقى محتاجه كاستمايزيشن، مش بتشتغل على الانتيتي بشكل دايركت او بنفس الشكل في كل مره، لا غالبا بتبقى محتاج كاستمايزيشن، فبترجع الدي تي او. فانت بترجع الدي تي او للفرونت اند وبتستقبل برضو دي تي او من الايه من الفرونت اند، وفي لاير في النص عندك المفروض تعمل مابنج ما بين الدي تي او والانتيتي وما بين الانتيتي والايه والدي تي او. طيب ازاي نستخدمها؟ الموضوع بسيط جدا، كل الموضوع عباره عن انوتيشن. من خلال الانوتيشنز دي في الانترفيس بيروح يجنريت الايه بيجنريت المابنج اوتوماتيك، انت ما بتحتاجش ان انت تكتب ايه اكواد كتير. طبعا بنسطبها ازاي؟ بنسطبها من خلال الايه المافن زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب خلينا نبص نشوف نظره سريعه كده عن المابنج. يعني في كذا نوع من المابنج في الجافا، زي مثلا ماب استراكت وزي الموديل مابر وزي الجي مابر، في كذا حاجه يعني مش ماب استراكت بس، لا في حاجات كتير في الايه في المابنج، منهم الايه منهم الماب استراكت
اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. طيب ازاي تضيف الايه الماب استراكت؟ انا هندخل في الايه في الداونلود. طبعا احنا شغالين ميفن، تمام. فكل الموضوع ان انت بتضيف الايه، بتضيف الديبندنسي بتاعت الميفن بشكل بسيط، تمام. بس هنا بتبقى محتاجه الايه، محتاجه بلوجنز كده، فبتضيف الايه البلوجنز عندك والدنيا بتشتغل ان شاء الله. طيب هنيجي هنا للاكليبس البوم. كل الموضوع زي ما احنا قلنا بنضيف الايه، بنضيف الديبندنسي. الديبندنسي هنا بدل ما احنا ايه، هو هنا بدل ما هو كاتب الايه الفيرجن زي ده كده، بدل ما هو كاتب الفيرجن ده الفيرجن على طول، لا يفضل ان انت تعمله ايه في فاريبل كده فوق في البروبرتيز وتستخدمه. فضفنا هنا الديبندنسي ده الايه البروبرتي اهو، او الفيرجن اللي احنا مستخدمينه. هنا ضفنا الايه الديبندنسي، ودي الايه البلجن اللي احنا ضفناها بالشكل ده كده. طيب عشان نعرف الماب استراكت هيفيدنا في ايه، تعالوا مع بعض كده نعمل مثال سريع. احنا عندنا اللايرز الموديل اللي هو فيه الانتيتيز بتاعتنا، وعندنا الريبوزيتوري، وعندنا الايه السيرفيس، وعندنا ايه الكنترولر. ده اللايرز اللي موجوده عندنا او اللي احنا شغالين عليه. هنيجي نعمل لاير تانية كده هنسميها الدي تي او، واحنا اتفقنا ان الدي تي او عباره عن داتا ترانسفير اوبجكت، داتا ترانسفير اوبجكت. اللاير دي هي اللي بتستخدم مع الايه، مع الفرونت اند. فاي حاجه بريتيرن المفروض ان انا اريتيرن الدي تي او، واي حاجه بستقبل المفروض ان انا استقبل الايه، استقبل الدي تي او. طيب هعمل باكج كده اسميها دي تي او، تمام. طيب هاجي جوه الباكج دي هعمل كلاس عادي، بوجو كلاس عادي. الكلاس ده هسميه order DTO مثلا، تمام. طيب order DTO ده كلاس عادي، كل الموضوع المفروض يكون فيه نفس الايه البروبرتيز بتاعت الايه بتاعت الاوردر. ممكن اخدهم كوبي كده وهاجي على الاوردر اضيف له الايه البروبرتيز بتاعته. طيب بس انا ممكن هنا في الايه في الدي تي او، بدل ما انا محتاج بدل ما انا عندي اوردر ممكن اسميه مثلا اوردر اي دي، محتاج مثلا ارجعه اوردر اي دي. وهنا بدل ما انا برجع نيم ممكن ارجعه اوردر نيم، اوردر نيم، تمام. يبقى انا عندي الانتيتي بتاعتنا فيها الاي دي، ممكن اكون ماشي مثلا بنيمين كونفنشن معين في الانتيتي، بس لما هاجي ارجع للايه للدي تي او فانا محتاج ايه اغير الحاجات دي. طيب فجيت هنا سميته الايه اوردر اي دي، وسميت الايه الاوردر نيم، والديت والايه والكوانتيتي بنفس النظام. هنيجي بقى نضيف الايه السيتر والجيتر باللون بوك طبعا زي ما ايه شفنا في المحاضرة اللي فاتت، تمام. طيب هنيجي هنا احنا عندنا طبعا الايه الاوردر بالشكل ده، وعندنا الايه الاوردر دي تي او. فهاجي بقى للكنترولر على الاوردر بالشكل ده كده. هنا الكنترولر المفروض ان انا برجع ليست اوف اوردر، وبستقبل برضو بستقبل ايه اوردر. طيب احنا قلنا طبعا خلينا نعمل مثال ايه على حاجه بسيطه. هنفترض مثلا ان انا محتاج الايه الاوردر، هدي له مثلا الاي دي وهقول له find by id. هنا بدل ما انا برجع list of orders هرجع order dto، تمام. طيب هشيل بقى الايه الريسبونس ده خالص دلوقتي. طيب هقول له مثلا دوت اوكي، انا محتاج ارجع الايه الاوردر دي تي او. طيب السيرفيس عندي المفروض بترجع الاوردر، يعني مثلا لو جيت كده دوت find by id، واضح ان احنا مش عاملين find by id، فهنيجي هنا نعمل ايه find by id. عملت سيرفيس بسيطه كده بترجع الايه بترجع find by id في السيرفيس في او في الاوردر سيرفيس. هنا هقول له find by id. طيب محتاج طبعا الايه
باس فاريبل. هنا طبعا ده بترجع الايه، بترجع اوردر. انا محتاج الايه، اعمل مابنج للاوردر. الطبيعي بقى او العادي اللي احنا هنعمله، هاجي هنا هعمل نيو اوبجكت اوردر دي تي او او ايا كان بقى. ممكن ان انا اعمل مثلا ايه، اعمل له كونستراكتور اول ارجيو كونستراكتور، وابعت له الايه الداتا في الايه في الكونستراكتور. طيب هنا قلت له فايند، هيرجع الايه الانتيتي في اوردر. المفروض اللي انا هعمله هجيت الداتا من الانتيتي وسبتها في الايه، وسبتها في الاوردر او سبتها في الدي تي او، خلينا نسميه دي تي او. فهاجي هنا بقى اقول له دي تي او دوت سيت الاي دي او سيت الاوردر اي دي بقى على حسب ما احنا مسمينه، بيكوال مثلا الانتيتي دوت جيت الاي دي، نفس النظام في النيم. هنا بماب مانوال ما بين الدي تي او اللي انا هرجعها للفرونت اند، وما بين الانتيتي اللي راجع عندي من الايه، من الباك اند. طيب بالشكل ده كده، وفي الاخر بقى اهي هقول له رجع لي الدي تي او. تمام، ده كده في انتيتي بسيطه. طب لو عندي بقى انتيتي فيها 20 اتريبيوت او 30 اتريبيوت، فهقعد اماب الايه الحاجات دي كلها مع بعضها. وساعات مثلا بيبقى في عندي انتيتي جوه انتيتي جوه انتيتي، فمحتاج بقى ان انا اتشيك على النل الاول، اشوف الانتيتي النستد انتيتي نل ولا لا، ولو مش نل هبدا ارجع الايه البروبرتيز بتاعتها وكده. تمام، طيب ده مثال كده عشان نعرف ان احنا ايه بنعمل ايه. يعني الحاجات دي عشان تعملها بايدك لا، لازم تقعد تكتب الايه الستر والجيتر دي كلها ايه، دي كلها بايدك. طيب ماب استراكت بقى هيوفر معانا ايه؟ هيوفر معانا الايه الكلام ده كله. تعالى كده الاول نجنريت او نضيف اللاير بقى بتاعت المابر. هنجي هنا هنضيف باكج جديده الاول هنسميها مابر. طيب جوه المابر دي هنعمل ايه، هنعمل انترفيس هنسميه اوردر مابر. طيب في الانترفيس ده كل الموضوع ان احنا هنديله انوتيشن هنا، نقول له ده ات مابر. احنا كان طبعا عندنا قبل كده مابر في ماي باتس كنا بنستخدمه، فده طبعا بي ايه ده حاجه تانية. طبعا احنا بنتكلم هنا على ماب استراكت وبنقول له ايه ات مابر، بس مجرد ما بنقول له ات مابر هو بيروح يجنريت. هتلاحظ ان هو عمل جنريت لايه، للتارجت تحت التارجت هنا في الايه في الانوتيشنز. هتلاقي ان هو عمل باكج جديده اسمها مابر، وضاف فيها الايه، وضاف فيها الاوردر مابر امبل. ده كده ايه اوتو جنريتد طبعا، ما فيهوش حاجه لان احنا لسه ما عملناش فيه اي مابنج لسه، بس هو عمل جنريت للكلاس كده ولسه هيكتب بقى فيه الايه الكود اللي احنا هنقول له عليه. طيب في المابر ده قال لك هنا انت كل الموضوع ان انت هتعمل ميثود تاخد الانتيتي اللي انت هتعمل لها مابنج وتريتيرن الايه، تريتيرن الدي تي او. فهقول له الاوردر، انا هتريتيرن الاوردر دي تي او واسميها ماب، ممكن اسميها ماب بس او اسميها ماب تو مثلا دي تي او. طيب الانتيتي دي بتاخد الاوردر هسميها تي. يبقى انا عملت بس ميثود، الميثود دي بتاخد الايه الاوردر، بتاخد الاوردر اللي هو الانتيتي وبترتيرن الايه الاوردر دي تي او. تعالى كده نسيف ونشوف ايه اللي حصل. هنبص هنا هنلاقي ان هو عمل جنريت لايه لميثود، سماها بنفس الاسم اللي احنا ايه سميناها بيه، وراح عمل نيو انتيتي من الدي تي او وست فيها الايه، ست فيها البروبرتيز اللي عنده. طيب اشمعنى ست البروبرتيز دي بس؟ ست البروبرتيز دي بس لان هما نفس النيم، فهو عمل لها ايه، عمل لهم مابنج بنفس الايه، بنفس النيمينج كونفنشن بتاعه. طيب الحاجات المختلفه احنا عندنا هنا كان في اوردر اي دي وفي اوردر نيم وكده تقريبا. تعال نبص عليهم كده على الدي تي او، عندنا اوردر اي دي واوردر نيم. هو اكيد يعني مفيش حاجه اسمها اوردر نيم، بس ايه دي حاجه كاكزامبل بس مش اكتر. طيب الحاجات التانية دي هنعملها ازاي؟ هندي له برضه، هنيجي هنا على الايه الانترفيس بتاعنا وهنعمل انوتيشن كده ات مابنج.
هي امبورت برضو من تحت الايه، من تحت الماب استراكت، وهنديله الايه الحاجة بتاعت المابنج. طيب المابنج ده بياخد حاجتين، بياخد السورس تمام، وبياخد حاجة اسمها التارجت. طيب ايه السورس عندنا؟ السورس اللي هو في الايه، في الانتيتي، والتارجت اللي هو الايه الدي تي او. طيب السورس اللي هو الاي دي تمام، والتارجت عندنا اللي هو كان اوردر اي دي، اوردر اي دي. لو جيت اسيف كده لان هنا في ايه مشكلة، بيقول لي مفيش حاجة اسمها اوردر اي دي. طيب احنا مسمينها ايه؟ لا عشان بس كاتبينها غلط. تمام. طيب لو عملت كده كنترول تي هيجيب لي الانتر، الحاجة اللي بتمبلمنت الانترفيس ده تمام. هنا هلاقي ان هو عمل ايه سيت الاوردر اي دي بالايه بالتي دوت الايه دوت جيت الاي دي. نفس النظام بقى في الاوردر نيم، هنا السورس النيم وهنا الاوردر نيم تمام. فانا عملت مابنج للايه للحاجات بالشكل ده، خلاص هو عمل جنريت للايه للكود من غير ما نكتب ايه، اقول له جيت كذا، هو راح تشيك، عمل تشيك على النل، وراح ايه عمل الاوبجكت الجديد بتاعه، وبعدين رجع لي الايه الدي تي او اللي انا محتاجه. طيب هاجي بقى هنا في الايه في الكنترولر بتاعي، كل اللي انا هعمله هروح انجكت المبر. ممكن بقى اوتو واير، او ممكن ان احنا ايه نستخدم ايه فاينل، ونستغل بقى الايه اللومبوك. هنقول له ات ريكوايرد كونستراكتور، و هن انجكت الايه المبر بتاعنا order mother، وهنا ال order mother تمام. طيب هنا كل اللي انا هعمله هشيل طبعا الايه الكلام ده كله، خلاص ما عدتش محتاجه تمام، وهشيل الايه الاوبجكت الجديد ده. طيب هنا انا محتاج الايه ال DTO، ودي هسميها ايه DTO. كل الموضوع ان انا ايه هقول له الاوردر مابر دوت ماب الانتيتي اللي راجعه من الايه من فايند باي اي دي دوت ماب تو دي تي او بس كده. كل الموضوع ان انا ايه عملت له، قلت له ماب الايه الانتيتي اللي راجعه للدي تي او. ده كده الايه الماب استراكت بشكل بسيط جدا، وان شاء الله هنتكلم يعني واحنا شغالين او في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن الايه بعض الكومبوننتس التانية في ماب استراكت. طبعا في حاجات كتير جوه ايه ماب استراكت، ممكن تبص على الدوكيومنتيشن بتاع ماب استراكت، هنا في ريفرنس جايد، وفي هنا دوكيومنتيشن ممتاز جدا ازاي بقى تعمل مابنج او تستخدم الفيتشرز بتاعت الايه بتاعت ماب استراكت. في هنا طبعا اكزامبلز كتير مع سبرينج بوت وكده، ممكن تبصوا عليها. وان شاء الله في الايه في المحاضره اللي جايه هنبدا نكمل ايه الحاجات التانية اللي احنا ممكن نستخدمها في ماب استراكت. احنا عملنا ضفنا بس النهارده كده الايه الديبندنسي، وعرفنا مع بعض ازاي نستخدم الايه ازاي نستخدم ماب استراكت. عرفنا مع بعض ايه هو ال DTO اللي هو Data Transfer Object، وليه اصلا بنستخدم ال DTO، وامتى نستخدم ال DTO، وامتى ما يبقاش في داعي ان احنا ايه نستخدم الايه الحاجات دي كلها. ضفنا بس اللاير بتاعتنا لاير كده للايه لل DTO، وضفنا اللاير بتاعت الايه بتاعت المبر. اللاير بتاعت ال DTO دي عبارة عن بوجو كلاس عادي، ده الاوبجكت اللي انا هريتيرنه للايه للفرونت اند،
واللاير بتاعت المابر دي اللي بتماب من الانتيتي للدي تي او. هنشوف ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية ازاي نعمل اون ماب بقى لو انا جاي الدي تي او وهرجع انتيتي، يعني هاخد الايه الدي تي او من الفرونت اند وارجع الايه الانتيتي، وازاي مثلا لو انا هعمل ابديت، لو طبعا ده هيكريت لك نيو اوبجكت. طب انا لو محتاج اعمل ابديت، طب انا لو محتاج اعمل حاجه قبل المابنج، يعني محتاج انفذ كود معين قبل المابنج او محتاج انفذ كود بعد المابنج، ده ان شاء الله اللي احنا هنشوفه مع بعض في الايه في المحاضرات اللي جايه. يا رب تكونوا استفدتوا. اسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.